سلام، اليوم راح ندير لكم كيك ما فيش بيض وما فيش سكر، راح يكون صحي بالبزاف. تبعوا معايا الوصفه بالتفصيل وشوفوا شحال طري، راح شحال ندمو. تبعوا معايا الوصفه. سلام، ان شاء الله يطلع عليكم الفيديو تاعي وانتم تكونوا بصحة وعافية. ان شاء الله يعني تكونوا بخير وتجوزوا في اوقات ملاح. اليوم راح نقول بسم الله ونبدا معكم الوصفة تاع اليوم. حبيت ندير كيك اقتصادي وكذلك كيك يعني صحي، وهذا هو يعني المغزى تاعنا من الوصفة تاعي. حبيت نستعمل اليوم انا دبس التمر. دبس التمر على بالنا بلي صحي، وهنا يقولوا له الروب هو اللي راح يكون بديل على السكر. كذلك ما فيش هذا الكيك بيض، يعني كيك بزاف هايل. نحتاجه انا هنا راح نستعمل نفس الكاس، يعني نتوما شوفوا الكاس اللي تستعملوا كملوا به. هنا راح ندي انا هذا الكاس، ديروا نص كاس تاع حليب، او لما عندكمش معليش ديروا نص كاس تاع الماء، تقدروا يعني تغمبلاصيوه. نفس الكاس راح نديروا ربع تاع زيت، وراح ندي كاس غير ربع تاع دبس التمر. راح نستعمل كاس ونص فارينه، قرصه ملح، باكي تاع خميره الحلوه. عندي هنايا يعني العطر كيما تحبوا، ديروا فانيلا ولا انا هنا حنستعمل عطر الكراميل، هذا يعود لكم نتوما كيما تحبوا. هذا واش فيه مقادير للتزيين، راح ندي شويه جوز شويه زبيب، وهذا اختياري. تقدروا حتى تدو قطع من التمر تقطعوهم وتزينوا بهم. راح نبداو بسم الله. هنا راح نجيب انا نحط نص كاس تاع الحليب، وراح نحط معاه نص كاس تاع الزيت، او عفوا اربع كاس تاع الزيت ولا زبده ذوبوها فقط. وراح نزيد معهم كاس غير ربع تاع الدبس. قلنا هذه وصفه ما فيهاش لا بيض وما فيهاش سكر وكذلك صحيه. هنا قبل ما نخلط راح نزيد لها شويه تاع عطر او تاع الكراميل، شويه تقدروا ديروا غير فانيلا ولا لكم الاختيار في هذا. وحنجي نخلط الميلونج تاعنا غير بالعقل، لانه يعني ثقيل شويه الدبس حتى يتجانس معنا المكونات السائله هذوما. حنتحصلوا على هذه المكونات السائله. دوكا حنجيب المكونات الجافه اللي هي الفارينه، قرصه الملح، والخميره تاع الحلوه. حندير كاس ونص فارينه بنفس الكاس. انا حندير الكاس الاول ونجي ندير معاه هنا باكي تاع الخميره، خميره الحلوه بلا ما ننسى قرصه الملح اللي تكون ضروريه. انا الفرينه نخلتها من قبل، راح ندير قرصه الملح اللي هي نقول دائما ضروريه في الملاحات او في الكيك، باش يكون ملاحات باردون في الكيك في حاجه حلوه. راح نزيد نص كاس اللي بقالي هكذا، نجيو نخلطوا المكونات الجافه غير بالعقل، ما تحتاج الشروب ولا تدخل فيما بعضها. هنزيد نص كاس تاع فرينه، هنا حبيتوا الكيك يجيكم خفيف زيدوا مغرفه تاع خل. انا ما عنديش خل ابيض، دو بريفيرونس خل ابيض، مي معليش. هكا راح ما نخليش تكتلات كاع تاع الفرينه، نسي نحل ديال العجين كاع هذا او الخليط. راح نتحصلوا على هذا الخليط، خليط كيك شوفوا شحال هايل، شوفوا قوامه. راح نجي انايا نجيب المول تاعي اللي حندير له اي مول تحبوه، تحبوا مول كريم دور هذا كيعود لكم، برك سيو دهنوه وديروا لافارين باش ما يلصقش. ونجي نكب الخليط تاعنا بسم الله، شوفوا شحال هايل. انا راح نستعين بسباتولا نحبطو ونكملو. فوالا، هنا بعد ما فرغنا الكيك تاعنا في المول اخبطوه شويه باش يتسقم. وهنا الوش قلت لكم راح ندير انايا شويه جوز وشويه زبيب، وانتم ديروا واش تحبوا. هنا شعلت الفرن انايا
يعني راني عندي 10 دقائق ملي فتحت يعني الفرن، نديرو على نار متوسطة ونخلي يطيب عقله باش يطيب لنا بيان يعني، وراح نوريه لكم كي نجبدو من فوق ان شاء الله. هكا انا راح نديرو في الفوق. سيو هذاك الجوز قطعوه غير بيديكم، ما يديلكمش وقت بزاف هذا الكيك وما يتعبكمش، لكن نتيجته بزاف هايله. فوالا انا راح نديرو في الفوق ونعاود نولي لكم. خلوه على نار متوسطه باش ما يتحرقش باش يطيب مليح. راح نقول لكم شحال داري وقت. فوالا الكيك تاعنا هذا ونحيته من الفوق، دا 41 دقيقه، مي على نار متوسطه الى قليله يعني طب عاقله. شوفوا طري بزاف. راح نديرو انا هذا ونخرجته من الفوق 5 دقائق ونحيه من المول ونوريه لكم. ما تنساوش برك ديروا النجام، ولو عجبتكم يعني وصفه من وصفاتي ما تنساوش تكتبوا لنا تعليقات، اي حاجه اي كومونتير اي وصفه حبيتوها اكتبوها لي في التعليقات لتحت. نقول لكم راح نخليه يبرد ونوريه لكم كيفاش جا. راح يجي بزاف هشيش هذايا، بلا بيض بلا سكر، ويجي بزاف بنين. فوالا هاني نحيته من باس مينوت، راح يجي هذا هو شكله وريحته ما نقولكمش بزاف هايله. اللي حاب يدير له شويه شوكولا من الفوق، واللي حاب يدير شويه تاع كراميل، ولو نفضلوا هكا بزاف بنين. راح نقسم لكم امتي مغصو سيو، استعملوا موس منشار مازالو سخون مي على جالكم راح باش نوريكم برك كيفاش جا. شوفوا شوفوا الداخل شحال هايل، وشوفوا شحال خفيف. نصيحه جربوا هذه الوصفه وبنين اون بلوس، واللي زاد كاع انه صحي دبس التمر، على بالنا بلي صحي. مام الاولاد ما يفيقولوش يعني اللي ما يحبوش ولا دبس التمر راح يجيهم بزاف هايل. قلت لكم دراري تزيدوا لهم شويه شوكولا من الفوق ولا، وبصحتكم. كانت هذه الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله تعجبكم. ما تنساوش برك قلنا دير النجام، واللي مازال ما التحقش بالقناه نتمنى يلتحق ويشرفني ويعطيكم الصحه.